كان عندها سقسين، ومن بعد غير شقعار يدعم ثناد مشاكل يقلق أسقسينهم أديليا ثناد كانت من سنين الزوج ولاش شو يبان لي راسل انتظم طوزا كي خطيق نايك تزوج سعد دريا ورقازيس معنا أهد 8 سنين غشتار رياجيا إهجريت إهجريت قيم سفراقا داخل بخام نايك ثورة ثعيام أري وقت نايك أري وقت أرى خدمة في اللاس انت تخدم يعني انت وطور نظرها ما يخدمنا نايك الخدمة في اللاس تسبب يتسير يدير كلية يعني تسعد دريا نايك ثورة نجو بيد الشيخ أمشي قلق الخدمة. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا الحاجة تمزورس إلى قص حوس وش تسهج رب القلس ما إلا الله لك الجهنك ماشي ذا هجر يعني معنى آمو تسيب غرى ويكره يس نركذا ولكن يهلك زميرنا إلى قص عضريث إلى قص تصبر في اللاس وإلى قص تعاونيث بشكل ذي ذاويا لو ممكن أمكان ذي ذاويا يوم رشا تصبر هو إذ مكتوب يستوي إذ القضيس مصبرات فرقت ولكن ما أستلغر الدريينس ما تفرقت أن تسفت وحاج جوش أن تسفر أحد يوم ثمت كيف كيف ولكن الضحية ذرة ونسل الدريان إلى لك نجرس ولكن الضحية مسكت الضعن لكن السنة كانت من طيف النبي صلى الله عليه وسلم الناس أرقازي ماشي إبراهيم أرني الظهار إني أسكن من ما كان أخلاك ما كنت دول سمع نغذي إما أني أكذا ويقار نص الظهر قال الفقه الإسلامي وليحل لها باش أكني ننسى الذي عدى غرس وليحل لها باش أتسجوش خطر وثن نبرانا ذكرت مني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أثني يا رسول الله ثلاثة القزيو أثنى الشيء خدم ثلاثة كيما إلا فرق مدى نوروي وذيذ أظل لازم مدى نيذ صدعا خطر مدني يذين كي موسى غاد شو شو راسن زعي شو أرض الأصل هذه حديثة بس مدني يذ سن سديه وثام طويس ممكن أثني طلما أثني ظلم أثني ظلم أنا بضيع يعني لقق الحل إيوان شتا نزلت الآية قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وأشتكي إيه والله والله اسمعوا تحاوركم إن الله سميع بصير